هيا اهرب 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 الكسيوس اهرب اهرب. لم يبقى لي الكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم يا أسياد القناة نفطي تاك. اليوم سأكمل معكم أساسن كريد أساسن كريد أوديسي التي سنلعبها الآن ونختم بعض المهمات. نبدأ على بركة الله ومتابعة اللعب. ننتقل إلى اللعبة. ننتظر التحديث قليلا. قبل كل شيء التذكير لمن لم يشترك، وكانت هذه أول زيارة له، فأرجو منه أن يشترك معنا في القناة ويتابعنا ويفعل الجرس ليصله كل جديد. القناة جديدة نوعا ما، ولكن أرجو منكم الدعم لنكمل ونستمر في تنزيل المحتوى والفيديوهات الرائعة والمشوقة. الآن نبدأ على بركة الله. نرى أين سنذهب. المهمة هذه خاصة بالعثور على أونيثيا. أونيثيا، هذه اسمها أونيثيا، لا أعرف كيف يقولون أونيثيا، ولكن أين هو الرمز؟ نرى هنا كيف هذه المهمة. العثور على فتاة. هذه الفتاة موجودة في مكان ما على خارطة أوديسي. نرى أين هي. إن هنا على ما أعتقد المربع الأصفر موجود عليها. أجل هذا هو، ولكني لم أجده وأنا ألعب، ما أعرف كيف هذا المربع. ننتقل نبحث 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 نبحث. تم وجود العثور عليه، سنعثر عليه قريبا. سنذهب إلى المكان مباشرة. مثلث البرمودا، السفينة، هكذا. هنا ننتقل إلى المحلك، وهنا أيضا ارفع المرسات. هيا لنرفع المرسات وننطلق. هيا يا فرسان لنذهب. سنسرع قليلا. جدف جدف. سنذهب الى المربع الاصفر، هناك سنجد الفتاة التي نبحث عنها. انها مهمة، يوجد بعض السفن. سيروننا. لا لا، هروب هروب، اهربوا، لا اريد ان ابقى. اخيرا هربنا، لم يلحقنا احد. هذا جيد. تلك السفن خاصة بالاعداء، اذا ندخل في حرب دامية لا اريد ذلك. لننتقل الى السفينة ونذهب مباشرة الى رحلة بحرية معنا مع آسيوس. لننتقل، هذا هو ذهب طيور. مكان بعيد نوعا ما، وسنجده ببعد حوالي 3 كيلومتر. سنلحق به إن شاء الله، سنلحق به ونجد كل شيء. أقتصر المهمة على المذهب إلى ذلك المكان. الضباب كثيف، لا أرى شيئا، حتى من أن سفن لا ترى، سفن العدو وسفن الأحلاف لا أعرف شيئا. يبدو أنهم من الحلفاء الذين بالشراع الأزرق، هم من سفن الحلفاء. أجل أنطلق إلى السفينة. نحن نقترب، بقي 2 كيلومتر. يبدو هذه جزيرة سنتجاوزها، يمكننا الذهاب إليها إنها بعيدة. نتجاوز هذه الجزيرة. رفعوا الأشرعة.
جدفوا بسرعة، هيا لننطلق إلى الأمام. بقي حوالي كيلومتر ونصف. أوه، سفينة من سفن الأعداء يجب أن نتفاداها. اهرب 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 اهرب، هروب، هيا هيا. أزل، هربنا من عندها ولم ندخل في تلك الحرب الدامية. تلك الحرب سننزف منها الكثير من رجالنا وبعض الدماء وبعض الخسائر المادية والبشرية. ذلك نتفادى كل الحروب التي تصادفنا إلا ما أتت إلينا على غالب. ننطلق، سنرسو هنا على ما أعتقد. سنرسو هنا، نرسو هنا. هذا كله من الانطلاق. إنه ماهر جدا كاسيوس، إنه من مالتي ماريس ألكسيوس. يبدو المسافة لا زالت بعيدة. سنذهب إلى حصان نذهب على ركوب الحصان لننطلق. هيا هذا هو المسافة التي يذهب إليها. لننطلق الآن بسرعة أكبر. بقيت حوالي 300 متر. نحن نقترب. جل. من هنا أنا ما أعتقد أنه وراء الحصن، وراء السور. سنذهب إلى وراء السور، نصعد نسلق السور والجبل. هنا أيوة. والله سلسلة أساسن كريد سلسلة رائعة جدا. ضمن إنها من جهة أخرى أو ضمن في هذا الباب. لا، لا يوجد شيء هنا. أظن أنها من جهة أخرى. فنصعد. هكذا إن هناك أيضا. Alcibiades said the Atara here could help me find my mother. I should look around for Anthusa's whereabouts. Are you Anthusa? Me? Anthusa? I could be anyone for you, Lam. I charge less than the Atara. But do I ever know my way around the haybed? So her name means something to you? Anthusa? She's been around forever, but I never met her. I know the Etera all work as one, on equal footing. But Anthusa's special. She talks, they listen. I haven't met any Etera yet. Don't believe all you hear. They sell what a lot of us sell in Corinth. But for them, it's not just about the flesh. They're merchants, of a sort, streetwise. Can talk as nice as they look. Sounds like a good trade to work in. You don't want to be an Etera? Not in my prime anymore, am I, Miss By the time I study what they did, I'll be serving clients on my deathbed. If the Etera aren't here, where are they? Their swords are too high and mighty to be down here in the dirt with us. You want them, you'll find them on the hill. They are Crocorin. الذي تتحدث معه في المهمة. أسلفنا إلى مكان آخر. سنذهب إليه ونصعد من هنا. أجل. بعيد نوعا ما. لا يسألون أي أسئلة. بس كيف تفعل؟ في الجبل. أعلى الجبل هناك.
نصعد على حصان وننطلق بسرعة. يمكن الحصان الصعود على الجبل، نصعد بالجبل وحدنا. انزل هيا أجل لننطلق. مكان بعيد نوعا ما لهذه المهمات الصعبة التي على الأوديسي، لكن دارينا على كل حال انتقال سريع، انتقال سريع على حسب المكان الذي زرته من صقر لصقر. هناك على ما اعتقد صقر قريب من هنا قمنا بالذهاب اليه، لكن لا علينا، سنصعد الى الجبل. هيا يا صقر بينهما. A temple on top of the Acrocorinth. That's what I'm looking for. لأن هناك الكثير. ستنشأ حرب دامية الآن. إذا صعد هكذا. اسعد بسرعة. نقترب. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا باللايك، الضغط على زر اللايك ليصلك. دعم اللايك هذا يحفزنا قليلا لنستمر في تنزيل الفيديوهات. فلا تبخل علينا. الآن سأقوم ب اختلاس. فقدت شوفوا نقضي عليه تبا. خذ هذا. أجل أعطيه. زيدوا هذا. تبا لك. جاء جيش آخر. لقطة رائعة من أليكسيوس. يقضون عليه. هذا زوج في واحد مش عيب عليكم. أقضي عليه هكذا. خلصنا منه. سنذهب لتلك المرأة. ماذا ستفعل؟ They think this temple is dedicated to them, the brutes. The thieves are here and the Hetera aren't. The Hetera? They're much wiser than we are. They realized their visitors were all getting robbed on the way in. Stop avoiding the murderous men in Corinth. أسف على الكحة لكن أريد أن أعلم. Who walks around with a name like the Monger? Don't let him hear you say that. Last time his name came out of a fool's mouth, the man's tongue was sliced out. So the Monger is a Corinthian criminal? Master of the underground markets. He rules with one hand open for money and the other clenched around a weapon. A drachmi and blood-hungry monsters what he is. If you know of the Hetera, then you know of Arthusa. I'm looking for her.
They say she's everywhere, though I've never seen her. But the Edera see everything. I've seen them gather by the spring of Pirene down the mountain. They meet clients there and then take them elsewhere in secret. Good. Maybe pray to Aphrodite from home next time. I don't have any. هناك المربع الأصفر نتبعه حوالي 100 متر. هذا ضربة. هذا. سنقوم بداية المرأة على ما أعتقد. في وقفة هناك. يعلم النساء إنهم كثيرون. يتحرك ما بك. Ah, so Alexios has finally found us. You know me. And you know her. This is Anthusa. We saw you help the worshippers at the temple of Aphrodite. You've proven yourself. عثرنا على أنثوسا أخيرا. Hear that, Icaros? Her sight's as good as yours. Someone also spoke very highly of you. Surprise! Phoebe. Aspasia sent me. I work for her now, remember? Corinth isn't safe. I had to tell Anthusa you were coming. Aspasia taught me a new word, emissary. That's me. And now Alexios and I have met. See? This is easy. And now I can help you. ماذا نختار؟ لا يجب أن تكون هنا الآن. ليس وقتا مناسبا أم سيكون هذا رائعا؟ You and I will talk about this later. I don't work for you. I work for Aspasia. يعني. Then the work she gave you should keep you busy. We need to move inside, Alexios. We're not the only ones watching. Come with me and we'll talk. Can I come? ماذا؟ As long as you're quiet. ماذا أتي معها؟ هناك خطة وراء هذا. لنرى الذي تريد هذه الفتاة. Alcibiades told me about you. Did he? Go on. I'm looking for a woman from Sparta, a runaway, long ago. She may have gone by the name of Mirini. Who's that? تحدث عن أمك. She's my mother. Your mother? You don't have a mother. Marcos told me he raised you. What did I tell you about talking? I see. There will be time to respond to your question, but that time isn't now. ماذا نختار؟ فقد سمعت عنها. That's not the answer I'm looking for. It's the only one you'll get until I've bargained a proper exchange. I've become quite the businesswoman, after all. You better be telling the truth. Alexios can get really mad. Why don't you go play, Phoebe? Let me and Anthusa talk. If you say so. هيا روح مش وقت الدراري. I propose a trade. Help me. Help us get stronger. Strong enough to rid Corinth of the Monger permanently. A simple transaction, I assure you. هيا شوف ايش كسوة تعطينا. As long as you deliver what I'm looking for, we won't have a problem. Negotiation always involves some compromise, you know. Compromise I can do, but I won't be cheated. Then we're in business. Now, you've heard of the Monger? From what the worshippers say, he's someone I should watch out for. They're right. الذي ستقوله. I'm sure his victims wish they'd be more vigilant. My eyes are wide open. Then you've held your ground well. You're not dead. Not yet, anyway. But he's employed enough thugs to amass a small army. Now they're attacking people in the street, us included. He's been killing Hetera. Killing? We're smarter than that. But action must be taken before it goes that far. I'm not the only one who needs help. My girls, Damalis and Irina, are suffering too. More Monger trouble. I wouldn't doubt it. Work against their aggressors, and then it will be his turn to suffer. You'll find Damalis here at the spring, but Irina has gone to Bellerophon's garden.
I'll see what I can do for them. Good. The monger feeds his thugs. With a drachmi, he makes smuggling. Weapons, mostly. Which is all the more lucrative now that he has a war to supply. So, if someone interrupts the monger's supply, his men go hungry. Exactly. Go to his warehouse in the port of Lecheo and burn his cargo, all of it. We'll let Chaos take care of the rest. Then the warehouse will be cinders. سنرى. تتبع مهمات جديدة. أعطتنا بعض المهمات. تم قبول المهمات المتعددة. لنرى كيف سنختار أي مهمة. اختار القريبة. 6 متر. مساعدة فتاة. أحدث إلى دافيسيا. من هي دافيسيا؟ إنها هذه. لنرى. So you're here to help us, Mystios? You don't look like a monger spy. I'm more the in-your-face type. You have a monger problem, Damalis? I might. One of my regulars has changed. He was a decent man once, but now he's gone bad. Corinth seems to have a shortage of decent people. I need someone with muscle to figure out what's behind the change. Why he's different. I'll see what he has to say for himself. If he's not lurking around here, he'll be at his house. I want this to end today. It will. People tend to show their true selves to my spear, whether they like it or not. إنه بعيد نوعا ما، سنذهب إليه بحصار. هذه هي. لننطلق. هيا بنا. أنا فوق الجبل، نسيت هذا الأمر. خطير. تبا لقد أصيب حصان. أنا لم أصيب. أجل، أحسنت. لننطلق. هيا بسرعة. أجل، أسرع. إننا نقترب. ما هذه الطريق الحلزونية؟ سأقوم باختصار الطريق. هذا أظن ممكن أن أكملها حلزونية هكذا. أجل، هكذا. لننطلق. ندخل إلى القرية. نبدأ المهمة في القرية. اقتربنا. سنذهب الى هذا الشخص او الشخص او لا اعرف من يكون. يبلغ منزل الزبون. من هذا الذي ينادي؟ انه الطفل الصغير. اينما نذهب نجده. ما الذي يفعله؟ good you found me. shh, what are you doing here? I heard the Malis talking about her crazy client earlier and I wanted to help. من الأفضل أن تحسن التصرف. فكرة جيدة. But you have to do as I say. No games. I know that already because you never let me have any fun. I'm going to talk to Damalis's client and see what he has to say. I've been here spying and I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help. تنور يخطط الخطة اللي يسرق ذلك الزبون. Let's hear it. يعثر على شيء ما. He said something about having to eat someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. Dinomenes. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely.
You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Do I know you? No. But I know you. If Miron sent you, tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. I need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything. You have nothing on me. You're meeting someone tonight, aren't you? At Freya's goat farm. A goat farm? You'll find no goats at Freya's. Oh, I... Wait! Thief! Thieves! Get out! Guards! Get them! Oh, لقد جاء عوانه. بالله كم هذا الغم. أربعة برماح سيارة كيف ونقضي عليهم. خذ هذا خذ أجل. إنها اللقطة المفضلة لدي. أوه إيش فيه هذا تحرم الحمار ولا شني وعرته ولا شني هذا. هيا لننطلق اقضي عليه. اعطيه الضربة الاخيرة. اجل اقضي عليه. سرق شوي دراهم. اين نذهب الان؟ هذا هو المكان الصغير. What was all that noise? Damalis doesn't have to worry about her client now. That wasn't what she wanted you to do. I dealt with him, didn't I? Well, at least I could sneak in, okay? Look. What does the letter say? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. I thought as much. And it says more. That he needs to bring Damalis to a place here in Corinth. There's directions. What do you think it is? Don't know, but I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to the Malis and wait for me there. Oh, please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. A place to bring the Malis. A prison? I should find out. ما هذا؟ يا إلهي سوف نسطو على منزل أم ماذا؟ هناك حرس كم شخص؟ قتلته خلصة جاء جيشه. يا لطيف كم هم؟ إنهم كثيرون. في كابيتان. أوه لا لا أوه الهروب. من هذه المرأة الشريرة؟ عليهم هيا إنهم كثيرون. إنهم يزدادون زاد عددهم. أقضي عليه. هذا الأول. الآن نأتي إليه. ماذا؟ لقد أتوا الماسيمارس. لقد دخل أحد الماسيمارس تبا له. كم يبلغ الليفل ولا المستوى الذي فيه؟ 19 نفس مستوانا. نقضي عليه إذا. نقضي عليه. خذ هذا. خذ لك. أقضي عليهم أيها أليكسيوس. أجل أحسن من اللقطة المفضلة لدي. خذ هذا. خذ يا لك من أحرق. أوه باقي تضرب الزهر كنا ودي. أوه
بابا بيطلق لنا الكلب تاعه والزح. اوه هذا عارف الحية. اوكي الكلب الزحي صعب. زينة واحدة اخر. بابا وعر نبل بنت اياه. 121. والله هروب. وين اهرب؟ يا الهي هروب. هيا سنموت. نهرب يجب ان اهرب. الله مدمرني. ساعدوا. هروب. هيا اهرب أليكسيس. اهرب. لم يبقى لي الكثير. تنبعت فيها يا صاحبي. الديب هذا والله كان يشرب قريب يقتلني. طيب خلصنا منه. نهرب انا. الهي ما هذا. اهرب. بنزه سيقتل علي. يجب ان اصعد هنا الى اللقاء. يا الهي لقد اصطادوني. يجب ان اهرب. لم يتقون السهاب. هكذا لن يرعني. نرى اوف انه قد يموت. يجب ان اهرب الى مكان اخر. ساختبئ في الحشيش ولا ساكون في امان. لن يراني احد من هناك. يا الهي هم اقوياء ولكني ساقضي عليهم قبل ان اكمل الفيديو. نقتر قليلا لنرى ونتجسس عليهم. يجب ان لا يرونا. بس فوق هنا مازالوا شاكين باللي راني هنايا. راهم يحوسوا يا الهي ما هذا. لا رأني شافني يزح. اهرب درق وين الدرق. وكشعش سنختبئ هنا ونشوف اللي قد درق هنا ونشوف. يقلنا والله راح ما شفناش. الحمد لله هكا نشوف كيف نديرو له. ساقضي عليه قبل ان نذهب الى الاخر. واقضي عليه ايضا هكذا. هنا ساقضي عليه. هذا المنسي ماريس انه مرتزق اخر يريد القبض علي لان جائزة القبض علي كبيرة جدا. جا الاخر جا الحق. يا لطيف اختبئ هنا. هذا
الى البرازيل. سنقوم اولا بالمهمه وبعد كل شيء سهل. انه كلب مرتزقه. I should try to stay out of sight. شافني شافني. با 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 با. ساقضي عليك. هكذا مقصد المقدم الذي هكذا رجال. طب هذا فضلك اهرب. لا تدعني اضربك ابدا. ايوه اعطيه صحيت. حصرناه خلاص. صحينا عليه. حصرناه حصرناه حصرناه. اجل لقد وصلنا. هكذا لا استطيع ان اعمل هذين لكن لا ساقدر تعبئة من جديد. هكذا هكذا. اجل اجل اجل. صرنا خلاص. خذينا خذينا. جاء هذا المارك. جاء جاء صاحبه معه كلب. اوه وجعلي الدم بتاعه كومبلي. خذ هذا عليك. قضيت على الأول سأقضي على الثاني. هيا نقضي على الكلب. ترجيت يا أجل هروب. هكذا أحسر صار خلاص. سرناه سرناه. ايوه يعطيك الصحة. حش من تحت. صحيح الحشان. هكذا ايوه اخذ عليه. والله تعبنا الحلوف هذا الحشي. كنا مستأنسين فيه. اي حش حش هذا. يلا الضربة القافية. قضينا عليهم مسي مارس الاثنين. بعرين يمسح هذا هو وهذا التزيان. خلينا نغير عدم الاسلحة والدراهم. ركعنا على جرة المحياء. ونعود للمهمة الأصلية. أين سنذهب؟ أين أين أين؟ أجل من هناك. لا هناك سندخل يديك الباب. It's blood. Lots of it. أقوم بتحريات. يجري في المنزل الغامض. Chains. Oil. This can't be what I think it is. قلت نظرة. What is this? ما هذا؟ A lock of hair. Smells familiar somehow. لقينا كلش الحل. Gotcha. All right, you little shit. Who sent you? صاحبي حقرق البزة. What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave Phoebe now. Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude, this is Corinthia. Anything goes in this sexandron, and the monger will be satiated. You're as sick as he is, worm. Whether they like it or not, any victim he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer. You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you.
صحب عليه. خذ هذا، خذ خذ لك خذ لك خذ لك وداعا. سنعود الى تلك الفتاة التي كنا نريد مساعدتها في البداية. اخذ بعض الغنائم. عايش بعيدة على كل حال تبالي. الا هنا. أوه لا لا، الليفل يبدأ بالصعود تدريجياً إلى العشرين. Alexios, your little friend beat you back. You made it. And fast. I know all the shortcuts now. I'm sorry, Alexios. It's all right. You had good intentions. I thought I could sneak in, like before. I'm glad you didn't, especially with what I found there. What happened to you? I just left the Monger's sex andron, if you can believe it. And it's where you were headed. No. It's true. Your client was being forced to take you there. And we found these. What does this mean? It means the Monger got to him. He does have his hand in everything. At least I know how to deal with him now that I know what he's after. You won't have to. I took care of him myself. I told Alexios he shouldn't have. It had to come to this. Malaka, what a fool he was. The Monger's the real fool. He'll find that out soon enough. أكملنا المهمة وأظن أنها نهاية الفيديو. يبدو أننا سنتوقف هنا لنكمل الفيديو القادم. أعملوا لنا حوالي 100 لايك وسنقوم بفيديو آخر لأساسين كريد أوديسي. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة.